لسه مش معانا. كمل بقى لغايه ما نجوى تبقى معانا. معانا نجوى. طيب يا نجوى. تمام. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. والله انا الاول بسال على ركبك يعني قبل اي حاجه. يعني شويه ساعات بناخد اي كريمات وخلاص. المراهم بتاعتنا اللي احنا عايشين بيها. انا بعد رحله من الزقازيق لدهب بالعجله يعني موضوع طبعا يعني انا على فكره انا هقول لك على حاجه. انا كنت بروح من حلميه الزيتون لاكاديميه الفنون في الهرم بالعجله بس ما فكرتش ان انا اطلع طلعت دهب دي بالعجله. فكلمينا. لا طلعت اسوان بالعجله ورا. ثانيه واحده بس ثانيه واحده يا نجوى بس هي دي المره اللي انت رحت بيها ورجعت مواصلات العجله فوق ال لا ده دي كانت مره من المرات. لا انا كنت على طول كده ماشي. لكن نجوى طبعا عايزك تكلميني عن القرار اللي انت خدتيه ده خدتيه ازاي وجهزتي له ازاي كمان. جهزت له قبلها بشهر او شهرين طبعا لان كنت هطلع لوحدي كبنت فمحتاجه ارتب الاماكن ما بيت في كل بلد ومحتاجه حد يساعدني جوه سينا في كل تفصيل كل خطوه وافضل طريق اخده كبنت برده مناسب ليا معروف اللي فيه ثلاث طرق في سينا تقريبا في جنوب سينا. طيب. فكان افضل طريق كمان حد من اهل البلد اقترح عليا وطبعا خدته كان طريق الصحبه. طب نجوى يعني خليني برضو اعرف منك اكتر تفاصيل الرحله كانت عامله ازاي يعني وقفتي كم مره وقفتي فين الموضوع خد معاكي وقت قد ايه. اخذت معايا 7 ايام السفريه وكنت محدده اماكن وقوف على حسب المكان اللي حاجزه في فندق فده اللي كان بيحدد لي المكان اللي هتوقف فيه يوم واكمل مثلا. 7 ايام خد معاكي 7 ايام. طب اليوم ممكن كنت بتتحركي بيه بالعجله مسافه قد ايه مثلا او كام ساعه؟ كنت مرتبه دماغي خلال 5 6 ساعات اكون واصله البلد اللي بعدها لان المسافات بين البلاد جوه سينا قصيره شويه. تمام. طيب تقريبا اكبر مسافه كانت 100 كيلو او 120 كيلو فبالنسبه لي دولت بيتاخدوا في وقت قليل وقت كبير. طيب نجوى احنا عارفين ان انت مريتي بتجربه صعبه جدا نتيجه وفاه والدك طبعا البقاء لله. وان ده كان السبب الرئيسي في ان انت تعملي رحله من الزقازيق لدهب بالعجله. هل فعلا قدرتي تتجاوزي حزنك او المرحله الصعبه اللي انت مريتي بيها او لسه بتمري بيها؟ هو الواحد ما بيقدرش يتجاوز حزنه مع على والده او على حد مثله عزيز بس الفكره اللي بيغير في تفكيرك بيغير في طريقه تفكيرنا بشكل ايجابي اكتر. حتى في تعاملنا في حياتنا بيغير عموما الرياضه بتغير اكتر بشكل ايجابي اكتر من انه سلبي. طيب ونجوى بنسبه كبيره ما فيهاش اي سلبيات عموما في الرياضه. ما فيهاش سلبيات طبعا ولكن كان فيها صعوبات اكيد قابلتي صعوبات خلال ال7 ايام بتوع الرحله. من مضايقات مثلا الناس في بعض المحافظات لسه ما عندهاش ثقافه انه ممكن تركب عجله. لا طريق سينا ما كانش فيه اي مضايقات لان طريق سينا يعتبر طريق سياحي مش اي حد بيدخله. انا قصدي المحافظات الثانيه اللي انت مريتي بيها. المحافظات الثانيه عندي في بلدي لا في الزقازيق ما كانش فيه اي مضايقات في بلاد ثانيه كنت بقابل مضايقات فظيعه وكمان كانوا بيفتكروا بقى عشان بنت ما بعرفش مثلا اخد غرز بالعجله فكانت رد فعلي بتفاجئهم شويه. احنا كده عرفنا ان في احتراف في الموضوع غرز بالعجله وكلام كده. طيب نجوى برضو عايز اسالك على حاجه. انت بتقولي الرحله خدت 7 ايام صح؟ المؤن كنت عامله ايه في موضوع الاكل عشان انا بهتم جدا بالموضوع ده. يعني أما كل محافظه بطلع منها كان لازم اخد 4 ازاز ميه على الاقل لان ماشيه هي في طريق يعتبر صحراوي. بالظبط. بس انت كنت بتبقي ماشيه مثلا في الطريق اللي هو السريع او الدولي لوحدك مفيش حد معاكي مفيش عربيه جنبك؟ لا كنت ماشيه من غير اي دعم بس كان معايا حد من زمايلي جوه سينا بيتابع معايا كل خطوه بتحصل. لو انت مثلا ممكن تبقى عامله لايف لوكيشن او حاجه صح؟ اساسي لما بطلع اي سفريه بعيده لازم شخص او شخصين يكونوا متابعين معايا السفريه من اولها لاخرها خطوه بخطوه لان انا بقى لوحدي. حلو قوي. طيب نجوى خليني برضو اعرف منك يعني ايه ممكن تكون الحاجات الممتعه اللي انت عديتي بيها من خلال ال7 ايام من يعني على مدار الرحله كسفر بالعجل. كانت ايه اكتر حاجات انت استمتعتي بيها في الطريق؟ اكتر حاجه في سينا نفسها. سينا نفسها من احلى الطرق اللي الواحد يعني يعتبر اول ما وصلتي سينا لكن بقيه المسافه ما كانتش فيه حاجات ممتعه قوي. لا كان فيه سينا في جبال في الوان في الجبال في تفاصيل في بلدنا اصلا تخليك تبقى حابب الطريق اكتر من الوصول للمكان. صح حلو قوي.
والناس نفسها، انت لما بتسافر لمكان بتعرف ناس جديده معرفتها بمقام كنوز حرفيا، عمرك ما هتعرف زيهم غير في طرق السفر. بالظبط. طيب نجوى برضو حابه اعرف منك خلال الرحله بتاعتك الجو كان عامل ازاي؟ برضو فكرة ان انت تبقي بتسوقي 5-6 ساعات زي ما انت قلتي ده اكيد مرهق عليكي، حتى لو انت متعودة على رياضة ركوب العجل من فترة، لكن اكيد برضو كنتي بتتعرضي لبعض الارهاق. كمان كلميني برضو عن ظروف بالليل، يعني لما الدنيا بتليل عليكي كنتي برضو بتكملي رحلتك ولا كان لازم تعملي كامب او متفقة مثلا مع ناس معينة او مكان معين انت تنامي فيه وتصحي الصبح تكملي رحلتك؟ انا لما ببقى خارجه من مكان لمكان ببقى محدده معدل السرعه اللي ببقى ماشيه عليها في العجله، وببقى محدده هوصل البلد في متوسط وقت قد ايه، وقدامي وقت عطله قد ايه بحيث اوصل قبل المغرب او قبل العصر كمان. حلو. هو ده اللي بيخليني حتى ما اوصلش بالليل غير نادرا الظروف بقى دربكه. طب ايه هي دي مره واحده تقريبا حصل. ايه هي المحطات اللي انت كنت عاملاها هدف ليك؟ يعني مثلا وانت بتبصي كده مثلا على المسافه بين زقازيق ودهب قلت انا هقف هنا وهقف هنا وهقف هنا، وفعلا حصل ما حصلش حاجه تانية غير اللي انت مخططه؟ هو حصل المحطات دي بس كان نفسي اوصل لطابه، بس طابه كانت صعبه شويه. لا دهب اقرب طبعا. دهب اقرب شويه. برضو انا جوه معلش انا عندي فضول، انت خدتي 7 ايام مرواح؟ ورجعت في اوتوبيس. رجعتي بقى خلاص في الباص، قعدتي قد ايه هناك بقى بعد ما وصلتي مثلا؟ يعني خدتي فتره نقاهه قد ايه مثلا؟ ممكن الاوتوبيس برضو متعب يعني، احنا بنركب الاوتوبيس بنتعب في المسافه دي. لا في دهب الواحد يقعد فيها اكتر من يوم، يعني ممكن يقعد فيها اسبوع شغال، 20 يوم شغال دهب بالذات. بالظبط. حلو قوي والله، ميرسي ليك يا نجوى، وبنتمنى لك كل التوفيق ومستنيين رحلات تانيه منك.